نتكلم بقى عن مسرحيتك الجديده كده واخبارها ايه. زهره اللوتس، زهره اللوتس مسرحيه المسرح القومي للطفل، عجبتني جدا. انا دايما طول عمري اقول يا جماعه اهم مسرح في الدوله هو مصر، في العالم مش في الدوله، هو مسرح الطفل. لان انت تقدر تقول بالمسرح، تقول من خلال المسرح ده او اللي انت بتقدمه حاجات احسن من ممكن ما يتعلمها في سنين دراسه، لان الفن هو اللي بيثبت في عقليه الطفل. فاول ما جت زهره اللوتس لقيت انها فرصه، لان فعلا عجبني قوي المضمون بتاع الروايه، فقلت لا يعني بتعلم الطفل العمل وانه يعتمد على نفسه وانه مش هيطلع له جيني يحقق احلامه والحاجات اللي كلنا بنعتمد انها تطلع لنا حاجه تحقق لنا احلامنا بسهوله. فالمهم يعني عجبتني القصه، فده اللي خلاني يعني اعمل مسرح تاني للدوله. جمهورك دايما من الاطفال من ايام ونيس، ودلوقتي النهارده بتعمل حاجه للاطفال؟ لا لا. طبعا الاساسي. لا احنا في جيل اللي هو الجيل بتاعنا، فدول الكبار فبيحبونا، اللي هو دلوقتي 30ات يعني، فالجيل ده اصلا بيعشقنا دلوقتي يعني، ومعانا بقى واحنا بنكبر سوا وكده. وطبعا الاطفال ده اساسي يعني، اساسي. عايزين نتكلم كمان عن الدراما بشكل عام، رايك فيها ايه، سواء الاعمال اللي في رمضان او الاوف سيزون كمان، والاكشن والحاجات اللي بتاعتك. انت سالت اكتر واحده يعني مقصره جدا في حق المهنه اللي هي فيها، لان انا فعلا قليل جدا ما بشوف تلفزيون. الاطفال بقى والاولاد والمدارس والحاجات دي واخده مني شويه كتير، بس ان انا باجي في كل سنه في رمضان بحدد مسلسل او مسلسلين هم اللي هقدر اشوفهم واتابعهم عشان اتابعهم بجد يعني. ما بحبش انا اشوف الحاجه كده او انقل من قناه لقناه واشوف مشهد من هنا ومشهد، ما بعرفش. في ناس بتعمل كده تاخد فكره عامه، انا ما اقدرش، لازم اشوف المسلسل من اول حلقه لاخر حلقه وعلى حسب ما هيشدني يعني. بميل لما بمشي الاكشن، واحنا طبعا الاكشن بقى في حياتنا كتير قوي في الواقع وفي الحياه، فانما انا بميل للحاجات المصريه الصميمه قوي، الحاجات اللي من صعيد مصر، الحاجات اللي فيها فكره، الحاجات الرومانسيه احب قوي رومانسيه. فدي الحاجات اللي انا يعني بتخلي، او الحاجات اللي فيها مثلا مش خيال علمي بس ايمين ايه، يبقى فيها كده غموض، يبقى فيها فكره جديده مش بس.